الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتعهد بمواصلة العمل من أجل تعزيز التشريعات حول الأسلحة النارية. أوباما الذي التقى عائلات ضحايا مجزرة نيوتاون في هارتفورد أكد أنه سيعمل على تحقيق وعوده بفرض قيود على بيع الأسلحة وصرح قائلاً: يجب أن أقول لكم إن ما حدث في ذلك اليوم في نيوتاون كان أصعب يوم بالنسبة لي منذ أن توليت الرئاسة، وإن لم نتخذ قرارات فعالة سيكون الأمر كذلك بالنسبة لي. يجب تقديم شيء للعائلات المتواجدة هنا، للعائلات التي عانت من العنف المسلح، بالاعتماد عليهم وعلى عائلات أخرى بإمكاننا منع تكرار ما حدث. في كانون الأول من العام 2012 شهدت نيوتاون مجزرة مروعة قتل فيها 26 شخصا بينهم 20 طفلا، مجزرة أغرقت الولايات المتحدة الأمريكية في حزن ودموع وأعادت الجدل حول بيع الأسلحة وتجديد قوانين حيازتها.